السلام عليكم. إذن العلامة الكاملة للإطار الوطني منير الجعواني ولكتيبة الفوسفات نادي أولمبيك خريبكا الذين تمكنوا من تحقيق الفوز الثالث على التوالي، يعني فوزين متتاليين، فوز على شباب خنيفرة بخنيفرة بإصابة على الصفر، الفوز على دفاع الحسني الجديدي يعني وصيف ترتيب القسم الوطني الثاني، واليوم يعني يؤكد فارس فوسفات أنه في الطريق الصحيح بعدما حقق الفوز على ممثل الاقليم الثاني في القسم الوطني الثاني نادي سريع وتزم في ديربي الاقليم، مقابله اللي عرفت ان الشيء الايجابي في هذه المباراه ان انتهى الشوط الاول يعني بالتعادل السلبي صفر لمثليه، الشوط الثاني يعني شوط مدربين قراءه جيده للجعواني رغم التخلف يعني باصابه الصفر، وهذه ماشي سهل انك ترجع يعني في شوط واحد انك تقدر انك تقلب طاوله وتمكن من تسجيل التعادل، وفي اخر دقائق يعني ابوكو يسجل هدف تعادل، وفي اخر يعني دقائق قبل نهايه المباراه يتمكن ابن المدرسه رضوان الطعامي من تسجيل يعني تغييرات في محلها لطرف منير جعواني من تسجيل الهدف وقتل المقابله والتمكن من الظفر بثلاث نقاط، يعني تنعش امال نادي فوسفاتي نادي اولمبيك خريبكا من اجل المنافسه على بطاقه الصعود هذا الموسم ان شاء الله. يعني بالعوده للقاء شفنا ان نادي اولمبيك خريبكا يعني كان ممثل يعني بمجموعه من اللاعبين ابناء المدرسه، يعني بدا بالتشكيله الرسميه كل من زهير قطبي وكذلك محمد الحوات اللي هما منتوج خالص لمدرسه نادي اولمبيك خريبكا، وكذلك في التغييرات يعني شفنا دخول كل من اواني سعد المير وكذلك قصو ورضوان الطعامي مسجل الهدف الفوز، يعني كانت التشكيله ديال نادي اولمبيك خريبكا يعني ممثله بست لاعبين ابناء المدرسه، وهذه تحسب المنير الجعواني وتحسب النادي اولمبيك خريبكا. اذا هنيئا بهذا الفوز، هنيئا الجماهير الخريبكيه، ونتمنى ان تسود الروح الرياضيه، ان ترجع الجماهير الخريبكيه يعني سالمه لمدينه خريبكا باذن الله. حظ موفق لممثل الاقليم الثاني نادي سريع وتزم، شفنا مقابله يعني كبيره، شفنا مقابله يعني في المستوى، شفنا شوط ثاني رائع جدا، ثلاثه الاهداف، مستوى رائع، الجماهير كانت في مستوى، ملعب ممتاز. هنيئا الاقليم خريبكا بهذا الديربي، وبالتوفيق للجميع، وحظ موفق نادي وتزم ولنادي اولمبيك خريبكا. شكرا.